مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من استاذ في الطب. هنتكلم النهارده عن فيروس كورونا ومرضى الكبد، ويسعدنا يكون معنا في هذه الحلقه الاستاذ الكبد والجهاز الهضمي والامراض المعديه بطب الازهر الاستاذ الدكتور محمد عامر عفيفي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بكم بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. حضرتك نبدا في البدايه بتعريف موجز للالتهاب الكبدي. هو هنقول مريض الكبد بصفة عامة. مريض الكبد. مريض الكبد. احنا عاوزين نقسم بس المرضى الكبد الى درجات، عشان لانه في درجات فيهم اللي هبدأ نتكلم عنها، والدرجات التانية بنبقى شخص طبيعي عادي خالص. اي مريض جاله اي مرض في الكبد بيعتبر دخل بقى اصبح مريض كبدي. لو افترضنا ان واحد داخل برج فيه 20 دور، فمجرد بيخش من الباب اصبح في البرج ده، هل هو في الدور الأول أو في الثاني أو في الخامس أو في العاشر أو في العشرين؟ ده اللي احنا تقسيم المرض بهذا الشكل. أول فئة اللي هو دخل يدوك من الباب وقال له شوية التهاب كبدي مزمن ولا حاجة وخف منها، أو عنده التهاب مزمن، ده بقى لسه في الأول خالص، ما فيش منه أي مشاكل خالص، وبيعامل كمريض عادي خالص زي الشخص العادي خالص. أو لو بدأ في درجات التليف الأولية بدون أي مضاعفات، برضو ده زيه زي المريض التهاب الكبد المزمن. مريض بدأ يخش لي بقى في المضاعفات بقى، أو في درجة المتقدمة من الكبد، ده اللي احنا نبدأ نخاف منه ونقول العيان ده المناعة بتاعته ضعيفة. يعني تاني نقدر نقول مين مريض الكبد اللي نخاف عليه؟ اللي هو بقى المريض اللي جاله بقى بدأ يجيله استسقاء، بدأ يجيله دوري مريق، بدأ يجيله أورام كبد، بدأ يخش في غيبوبة أو دخل في غيبوبة مرات قبل كده، ده بنبدأ نقلق ونخاف عليه. بدأ يجيله تورم في القدمين مع الاستسقاء والحاجات دي كلها بنبدأ نخاف منه. بدأت تجيله صفرة مع الاستسقاء برضو ده بنخاف منه. اللي هو بنقول في درجات المتقدمة من مرضى الكبد، ده اللي نبدأ، ده اللي أنا بخاف عليه قوي. وإزاي حضرتك تحدث العدوى بالفيروس كوفيد 19؟ يعني اعتقد الكلام ده الناس قرت في الميديا فيه كتير، لكن هي اهم حاجة هو عن طريق الرذاذ او لمس الاجسام، اي اجسام معدنية او الاخره، ده هتنقل الفيروس. دول اكتر حاجتين. الفيروس ما بتنقلش بالاكل، لان الفيروس بيجي في الهواء وبيقعدش في الهواء كتير لانه تقيل شويه، فبينزل بيسقط على طول على الاجسام القدريه. فاذا يا اما هيجي عن طريق الرذاذ مباشره، الكلام او العطس او الاخره او الكحه او الحد كلها، او عن طريق لمس الاجسام الصلبه او الحد كلها. هل يا دكتور كل اللي يعني ربنا يعفو الجميع يصابوا بفيروس كوفيد 19 ويدخلوا المستشفى، هل كده نقدر نقول ان الكبد عندهم مهدد بان حالته تتدهور؟ احنا ما هو العدوى، انا عاوز اقول لك احنا لا عاوزين ننكر ان في وجود فيروس، ولا عاوزين يبقى عندنا فوبيا من الفيروس، لان دلوقتي العمليه بقت عمليه مرعبه جدا. الناس بقت تخاف. الناس اما بيجي حد في البيت بداوا يخبوا او يداروا. سلوكياتنا كشعب بقت غير مقبوله في بعض الاوقات. يعني اعتقد احنا سمعنا كلنا حكايه الطبيبه اللي كانت توفت وكان اهلها مش عاوزين يدفنوها. شفنا طبيبه مستشفى الزهراء اللي هي قالوا انها كانت بتصف وهتعمل عزل منزلي، السكان العماره كلهم قاموا وهاجوا عليها وحاولوا يطلعوها هي واهلها من الشقه والحاجات دي كلها. هذا الاسلوب السلوك غير مقبول خالص اطلاقا. طب ناخد اتصال من ام جميله ونستكمل حوارنا مع الدكتور محمد عامر بخصوص مريض الكبد. ام جميله معاكي دكتور محمد عامر، اهلا وسهلا بيكي. اهلا دكتور محمد عامر. ايوه مع حضرتك. اتفضلي. معلش وانا ممكن اسالك على حاجه؟ والدي عنده كبد. تمام. اتفضلي. طب نوطي التلفزيون يا ام جميله ونسمع من التليفون بعد اذنك. بقول لحضرتك انا والدي عنده كبد. ايوه. رجله بتورم قوي. اه. بس رجله بس.
وهو اصلا في مشكله في رجله عامه، فيها ورم داخلي. غير الورم ده بس احنا بنفاجئ كده اوقات كتير، بنبص لها ورمت يعني زياده عن اللزوم اصلا، شكلها بيخوف. بتقول ايه اللي بيورم تاني غير رجله؟ نعم؟ ايه اللي بيورم تاني غير رجله؟ الورم بيزيد جامد قوي قوي في رجله. في رجله؟ في رجله بشكل مخيف يعني. السؤال ايه يا ام جميلة؟ هو اصل يعني هو كده في مشكلة، وعنده الكبدة يعني احنا عارفين ان هو عنده الكبدة، وحل كذا مرة لو عنده الكبدة. في سيس عنده؟ نعم؟ في مية في البطن عنده؟ لا مفيش مية، بس هو في رجله من فوق الركبة كده في ورم داخلي في رجله. بيطلع بيوصل لغاية الخصيتين؟ نعم. الورم بيوصل لغاية الخصيتين عنده؟ هل هو مريض قلب أو ضغط أو سكر؟ لا الكبد بس. الكبد بس. طيب حاضر، حاجة وبتاع. شكرا يا أم جميلة. معلش وسؤال تاني بس، معلش. اتفضلي. والدتي جسمها كله بيورم، بس ما حللتش وما كشفتش. حاضر اجاوبك. حاضر تمام، تابع معانا من خلال الشاشه وشكرا لاتصالك. هو طبعا الواضح دايما مريض الكبد زي ما قلنا بيجي له مرحله من المراحل بيكون فيه استسقاء، ومن الاستسقاء ده بيزيد بقى فيه تورم في القدمين، لان القدمين دول اقرب جزء قريب للارض، فالميه بتبدا في القدمين وتبدا ترتفع، كل ما بنهمل في العلاج بترتفع تطلع فوق، تبقى في الساقين، توصل للركبتين، توصل لغايه توصل الخصيتين، يبقى المريض عنده الخصيتين كبار جدا ومتورمين مع الميه اللي عنده ده. وطبعا ده بيتعرض على دكتور كبد وبياخد علاج وبياخد من الريد بول وبيقلل ملح في الاكل، ده المريض اللي احنا كنا بنتكلم عليه ان هو عنده مراحل متقدمه شويه من المرض، يعني لازم بياخد مدرات بول وبيقلل ملح في الاكل بقدر الامكان، كل جرام ملح، جرام ملح ده يعني شعره ملح بمسكهم بصبعين كده عشان احدق بيهم الاكل او عمليا، دول حوالي جرام، الجرام ده بيخزن مقابله ميه في البطن او في الابدين حوالي 200 سنتي في الابدين، فيبقى يحذر دايما من الملح بصفه عامه ككل، يبقى الاكل معدوم الملح خالص، كفايه الملح اللي بيبقى في العيش بس، بنبعد عن الاطعمه اللي فيها داخل فيها الملح، زي الناس بتفهم الموالح اللي هي البرتقال والحاجات كلها ان ده الملح اللي احنا بنقصده، احنا بنقصد ملح الاكل، ملح الطعام، ملح الطعام اللي بنحدق بيه الاكل، او تلقي ترش ومخللات، تلقي جبنه رومي، تلقي اي حاجه داخل فيها ملح الطعام. تمام، شكرا لحضرتك. اتصال اخر، محمد السيد. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك انا عندي الركب الاثنين اللي بقى صلي بيتابعوني قوي. الو. ايوه مع حضرتك. متابعك الدكتور، متابعك الركب بتتعب فيها الم. فيها نشر يعني. فيها نشر جامد لما بقى صلي، ورحت اعطاني قبل كده علاج ومسكنات ارتحت عليها ورجعت تاني. ده نقدر نقول مع الدكتور الم في المفاصل. ده يعني عرض عظام او دكتور الامراض الروماتيزميه هيشوفك ممكن تكون يعني حاله من حالات الروماتويد او التهابات في المفاصل او الروماتيزم، فمحتاجه يا استاذ محمد العرض على طبيب عظام. ان شاء الله يا ربنا يكتب لك الشفاء باذن الله تعالى. الاتصال اخر، استاذ عادل امام. اتفضل يا استاذ عادل. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك. بص يا فندم، انا اخويا يا فندم دلوقتي عملت له مسح في مستشفى الصدر العباسيه، تمام، بعد التهاب رئوي، قال له اللي هو النهارده الحاله طلعت اللي هي ايجابي. تمام. فانا مش عايز اقول لك الحجر في المنزل، يعني اللي انت تقعد في المنزل بيه احسن، لان مفيش مكان في المستشفيات وكده. طيب انا هتكلم على النقطه دي بالتفصيل، اللي هو نظام انا احتكيت بمريض
والشخص الاخر انا هعمل ايه، او المريض نفسه هعمل معاه ايه، المخلطين. انا هشرح الكلام ده، هتقول لي الاجابه. طيب. ان شاء الله في النقطه دي انا هستعرضها بالتفصيل. نسال الله لك الشفاء ولاخوك، وتابع معانا ان شاء الله من خلال الشاشه. ناخد اتصال اخر. استاذ احمد صبحي، اهلا بيك استاذ احمد، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت ممكن اسال الدكتور؟ اتفضل. يعني اسال الدكتور بس وطي التلفزيون واسمعنا من خلال التليفون. انا فعلا يا ندى وطي التلفزيون يا بابا، وطي التلفزيون يا ندى. ايوه معاك يا استاذ احمد. دكتور محمد عامر اتفضل. انا ايوه انا ببقى نايم، اما اجي اصحى احس ان الدنيا بتلف بيا، ارفع دماغي احس ان في دوخه او الدنيا بتلف بيا، لازم ارجع انام تاني واخد بالك، او احط مخده تحت دماغي اعلي دماغي. ده ايه، ضغط ولا ده حاجه؟ انت عمرك كم سنه الاول؟ 45 يا فندم. كم؟ 45. 45. 45. عندك ضغط او سكر؟ عندي سكر يا فندم. عندك سكر؟ اه. هل برضه دكتور نساله عن التهابات في الاذن او ماشي؟ هو ده بيبقى اوقات بعض الاشخاص نتيجه تصلب شرايين، نتيجه امراض زي مزمنه زي السكر زي الضغط، يجي يقوم مره واحده يقوم يحس بدوخه شويه، يقوم يضطر ينام الاول عشان على ما يحفظ توازنه والحاجات كلها. يعني حضرتك تنصحه ان هو يتابع مع دكتور السكر اللي بيتابعه؟ دكتور سكر. يعني ممكن تكون الحاله يعني مرتبطه بمرض السكري. ربنا يشفي ويعافي ان شاء الله استاذ احمد. نرجع تاني دكتور لسؤالنا قبل المداخلات، وهو هل بالضروره ان كل شخص يصاب بفيروس كوفيد ده هيأثر على وظائف الكبد عنده؟ هو من ضمن الحاجات اللي بتاثر، ومن ضمن التحاليل اللي بنعملها الروتينيه اوقات نعمل وظائف الكبد، لان ممكن يحصل الانزيمات او يحصل التهابات في الكبد. ده للشخص العادي، فما بالك بمريض الكبد. يعني ده من ضمن الحاجات اللي بنعمل له تحليل وظائف الكبد، من ضمن الحاجات اللي احنا بنشوفها. يعني ممكن يتاثر وبالتالي ويتأثر. ولكن ليست بالضروره. لا مش بالضروره. احنا لما بنيجي نتكلم في 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 في, في, في الكوفيد بنقول المريض بيتعرض زي ما المرض اللي بيتكلم نقول له اخوه كان في صدر العباسيه وهو اتعرض، هنعمل معاه ايه؟ الاول للشخص العادي المحتك، والمريض نفسه امتى هوديه المستشفى؟ عشان ان احنا الوضع اللي جاي الاصابات دلوقتي بدات تزيد، امبارح يعني كان 1200 وكام و80 او 1300 وكذا، وبدا الوضع المسرع رغم ان الدوله جهزت حوالي 320 مستشفى على مستوى الجمهوريه، ولكن احنا متوقع في شيء بزيادات 1000 وشويه، ده عدد كبير جدا بالنسبه لنا في مصر هنا، والامكانيه برضو قد لا تسمح بكل شيء لكلها. فالمريض اللي هو هيجيله العدوى امتى احوله لمستشفى؟ لو المريض ده مفيش اعراض خالص، او بدا عنده تظهر اعراض كحه او ضيق النفس او الحد كلها، او بدا يحصل خنقه خاصه بس في التهاب رئوي او الحد كلها، لو المريض ما عندوش اعراض يبقى اول حاجه الشخص الطبيعي اللي هو المريض اللي هو اخذ العدوى ما عندوش اعراض، بقول له روح البيت واعزل نفسك في البيت. ده أول حاجة لو المريض ما عندوش أعراض. طيب ناخد اتصال من الحاج علي ونستكمل باقي الحالة. الحاج عزيزة، حاج عزيزة أهلا بيكي. معايا الحاج عزيزة. عليكم السلام. الحاج عزيزة معاك لو سمحت. أهلا بيكي. أهلا بيكي يا حاج عزيزة، معاكي أستاذ دكتور محمد. بقول لحضرتك إيه، الحاج عندي تعبان قوي، يقوم من النوم وينام تاني، يقوم من النوم رجله بتورم. ايه اللي بيورم؟ جسمه ورجله عماله بتورم، مش عارفه عنده ايه، هو عنده السن بتاعه؟ كام؟ 78. 78 سنه. عنده ضغط او سكر او قلب او كبد او؟ لا ما عندوش ولا سكر ولا ضغط ولا اي حاجه، بس بينام راحه رص. نعلي صوتنا شويه. نعلي صوتنا شوية يا أستاذة عزيزة. طيب
طيب الاتصال انقطع، يعني هو في الغالب يعني بيشعر بهمدان وبينام فتره. هو ده لازم يكشف عند الدكتور يشوف الوضع ايه بالظبط، يعني ايه سبب النوم، او ينام ويقوم تاني يعمل له وظائف كبد، يعمل ممكن تكون دهون على الكبد مثلا، يشوف الكلى. مش لازم كبد بس، مش لازم كبد، مش لازم كبد بس، يعني يشوف له الضغط، يشوف السكر، يشوف الكلى، يشوف الكبد، بنشوف نضل نشوف السبب ايه. يعني يروح عند مين الاول يا دكتور؟ يعني نوجه للحاجه عزيزه ونقول لها روحي مين عند مين الاول؟ حد امراض بطنه. امراض بطنه هو اللي هيوجهه وهيقول له على كل حاجه، يعمل مجموعه من الفحوصات وبناء عليها يوجهها للطبيب المختص. طب نرجع تاني يا دكتور، واحنا بنتكلم عن حالات بقى الاصابه وكيفيه التعايش وكيفيه العزل. العزل فاحنا المريض الاول اللي هو ما عندهش قلنا ما فيش اي اعراض، بنقول له روح للبيت، يتعمل عزل في البيت، يبقى ليه قطه لوحدها، ولو امكن اقرب حمام عنده، والحمام اللي يخش فيه يبقى يتطهر دايما، ويبقى يلبس الايه الماسك باستمرار اللي هو الايه. معلش انا اتكلم في تفاصيل يا دكتور برضو عشان توعيه الناس، كيفيه تطهير الاماكن اللي بيرتادها الشخص المصاب وخاصه في الحجر المنزلي. الكلور المركز، مش المركز، مخفف، مع الميه، ويبقى برش وبخاخ، دي ابسط حاجه، مع غسل الايدي بالميه والصابون فقط لا غير، صابون عادي، لا صابون بقى بديتول ولا صابون مش عارف بايه ولا ايه ولا حد كلها. ويرتدي الكمامه بصفه مستمره، يرتدي الماسك. ده انا هقول لك الماسك، اهميه الماسك بالنسبه لو في احنا شخصين، انا عندي كورونا وانت ما عندكش كورونا واتقابلنا وبنتكلم، يبقى في عدوى عندك في 90% هتصاب لو مفيش ماسك. مفيش ماسك. طيب لو انت السليم لبس ماسك وانا كمريض ما لبستش، عشان نقول برضو بعض الاستطارات، يبقى في نسبة اصابته 70%، يعني من 90 لـ70%. طب لو انا كمريض لبست وانت كسليم ما لبستش، يبقى نسبة اصابة توصل حوالي 5%، كل 100 شخص هيتعرضوا بهذا الشكل 5% هيتصاب. طب لو احنا الاثنين لبسنا الماسك، المريض والسليم، يبقى نسبة الإصابة تنزل إلى حوالي 1-1.5%. فده أهمية، عشان أبين أهمية الماسك. نيجي لحكاية لمس الأسطح. مش الأسطح لازم، والأدوات. والأدوات بصفة عامة ككل. مش لازم ألبس جوانت. الجوانت ده ألبسه أنا كطبيب. لكن الشخص العادي أنا ما بنصحوش إنه يلبس جوانت. لكن بنصحه دايماً بمطهرات. يعني انا كنت لسه في العياده دلوقتي وعندي واحد لابس جوانتيات. طب يا سيدي، قال لي انا بغيره كل شويه. طب انت بتجيب علبه الجوانتيات بكام؟ 150 جنيه. هتغير كل مره هتاخد لك 5 جنيه؟ لا، اشتري ب 5 جنيه مطهرات وطهر ايدك انت افضل، لانه انا مش هيمنع ان انا اجي المس وشي، المس كذا، المس كذا بالجوانت، والجوانت هيكون عليه لو خاصه منطقه التي زون اللي هي العينين. الجوانتيات دي خليها للاطباء. طيب نستكمل مرة أخرى، ولكن ناخد اتصال من الحاجة نادية. أهلا بيك يا حاجة نادية. ألو. أيوة تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضلي. السلام عليكم. ممكن أكلم الدكتور لو سمحت؟ معاكي دكتور محمد. تفضلي. تفضلي. أنا عندي، بقول لحضرتك أنا عندي القلب بقالي 39 سنة. عضلة القلب عندي تعبانة، موقفة دراعي خالص خالص مني، مأثرة على الحركة، باخد علاج وما فيش فايدة. اروح فين بقى؟ لا، هتتابعي مع مريض القلب، مع دكتور طبيب القلب بتاعك. انا ماليش دكتور عشان انا عندي رجلي تعبانة ما بنزلش، انا بروح لأي واحد وخلاص. يبقى دكتور امراض بطنة بصفة عامة ككل. يا دكتور امراض بطنه، يا دكتور قلب برضو. يعني مفيش حل لعضله القلب دي، اعمل لها ايه؟ ما انا هتاخد علاج، هيشوفك وهيقيم حالتك وهيديك العلاج المناسب للقلب. شكرا يا حاجه ناديه، وربنا يا رب يعافيك ان شاء الله باذن الله تعالى. يبقى قلنا اهميه الماسك او الكمامه ايه، ان احنا زي ما قلنا لك التشبيهات كلها، من 90% احنا بنلبسي، عشان كده الحكومه بدات تفرض والغرامات والحاجات كلها. لما يكون الشخصين مش لابسين، يبقى في 90% اكيد هتصاب لو انت حارف. لو
الشخص السليم لبس والمريض ما لبسش يبقى فيه احتمال 70% انه يتصاب. لو المريض اللي لبس يبقى هيصيب حوالي 5%، كل 100 شخص 5% ممكن يتصاب. لو الاثنين لبسوا يبقى نسبة الإصابة تنزل واحد الى 1%. دي اهم حاجة، دي اهمية الماسك. معلش ناخد اتصال من محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت والله في سؤالين، السؤال الاول بسرعة كده، لو فيه علاج للبروستاتا هل ده بيضعف المناعة بالنسبة للكورونا؟ السؤال الثاني، حضرتك معايا دكتور؟ معاك سامعك. دلوقتي بالنسبة لوزارة الصحة، أول ما جت قفلت قناة صحتي، ودي قناة بقى لها عشرات السنين شغالة وبتخدم ناس كتير جدا، مش عارف الوزيرة دي هي وزيرة للصحة ولا ضد الصحة؟ تمام. يعني حضرتك ده مش ممكن، ده القناة دي كانت بتشتغل هي ملاذ الناس العاديين اللي بتستضيف أعلى الدكاترة وأحسن الدكاترة. شكرا. وكانت القناة دي احوج ما يكون انها تشتغل في ظروف الكورونا دي. شكرا. ازاي تقفلها وزاره الصحه؟ شكرا لحضرتك استاذ محمود، ونتابع ان شاء الله يعني اجابه السؤال من الدكتور محمد عامر ان شاء الله. هو اولا اي مريض بياخد دواء مزمن اصبح عنده استعداد للمناعه بتاعته بتبقى ضعيفه شويه، سواء بقى علاج بروستاتا، علاج ضغط، علاج سكر، علاج قلب، علاج اي شيء مزمن بيبقى عنده قابل للمناعه بتاعته اقل شويه. من ناحيه القناه الصحيه انا حقيقه بضم صوت لصوته انها ترجع تاني الحقيقه، لان انا فعلا كنت اوقات بروح في لقاءات فيها، لكن انا ما بتدخل من يعني ده مش شغلانتي او مش شغلانه السياسه. هي فعلا كل ما كان في قناه للتوعيه بتبقى حاجه افضل، ولكن الحقيقه صناع القرار دايما يا استاذ احمد بيبقى عندهم معطيات بتسهم في اتخاذ قرارات يمكن احنا ما نعرفش الخلفيات بتاعتها، ولكن طبعا يعني كل ما كان في قناه للتوعيه من المؤسسات المعنيه طبعا بيبقى حاجه كويسه. ناخد اتصال من ام احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ اهلا. تفضلي. بيكي تفضلي، معاكي الاستاذ الدكتور محمد عامر. ماشي، عندي سؤالين بعد اذنك. تفضلي. تفضلي. اول سؤال، انا كان عندي فيروس سي من 7 سنين، وبعدين خدت العلاج بتاعه اللي هو الجرعه الجديده دي. وبعدين عملت البي سي ار من 2 سنين كده بعد ما خلصت الجرعه، وطلع الحمد لله كويس ما فيش اي حاجه، وقال لي انت كده تمام ما فيش فيروس. فالمهم ان انا دلوقتي ما عملتش اي تحاليل ولا اي حاجه تاني من بعد الـ2 سنين دول. وجيت فوجئت ان انا عندي ورم على الغده على الفص اليمين، وشلت الفص اليمين بالغده خالص. فانا دلوقتي بس عايزه اعرف هل مناعتي ضعيفه، ان انا المرض ده اللي هو داير بتاع الكورونا ده هل يجيني في حاجه، او يعني الحرص منه يعني اعمل ايه؟ انا دلوقتي قلقانه ما بخرجش من البيت نهائي خالص. تمام، شكرا جزيلا، وتابعي معانا. ناخد اتصال اخر من محمد. محمد معانا؟ ايوه اتفضل يا استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك. اتفضل. لو سمحت، بالنسبه لمرض كورونا سعادتك، ادوات الحلاقة زي حاجه والبتاع بتاثر عليه، والشعر والحزام ده بتاثر، تنقل عدوى؟ تمام، ده السؤال. ولا في حاجه تانية؟ نعم، في اسئله تانية؟ لا شكرا يا فندم. شكرا جزيلا لاتصال حضرتك. تابع معانا مدام شيماء. ايوه اتفضلي يا استاذه شيماء. إيه، انا بس كنت عايزه اعرف اللي بيبان عليه اعراض الكورونا او اللي بيبقى بيصاب بيها بيبان عليه الاعراض بعد قد ايه، وايه اول عرض ممكن يبان عليه عشان يعني الواحد يبقى واخد احتياطاته من اللي حواليه؟ وهل اللي بيروح مستشفى، يعني احنا في جارنا اللي قدامنا عنده مشكله في التنفس واتحجز في مستشفى الصدر، فهل ابنه او مراته لما بيروحوا له دول معرضين للعدوى، يعني رقم واحد يعني من اوائل الناس اللي ممكن تبقى معرضه للعدوى؟ تمام، شكرا لحضرتك. تابعي معانا يا استاذه شيماء، ان شاء الله دكتور محمد هيجاوب على اسئلتك. شكرا ليك. نبدا دكتور من السؤال الخاص بالناس اللي عملت عمليات في الكبد او زراعه الكبد، توصيات حضرتك ليهم ايه في ظل ازمه الكورونا؟ شوف انا هقول لحضرتك، احنا في الوقت الحاضر الناس تقعد في البيت افضل شيء في الوضع الحاضر، منع اهم حاجتين عندنا
لنضغط عليهم للجميع بلا استثناء لبس الماسك والتباعد المسافة. نحفظ دايما المسافات. التباعد المكاني. التباعد المكاني. يعني على الأقل حدود متر ونص أو من متر لمترين. دي أهم حاجة عندنا في الفترة القادمة. يبقى لبس الماسك والتباعد المكاني مع النظافة الشخصية دايما بالغسل الايدين بالماء والصابون بالطريقه الصحيحه اللي فيها تخلل دي للاماكن دي, دي 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 اهم نقطتين في هذا الموضوع. الحاجات الثانيه بقى خلاص اقول لك ايه. ما عاد نيجي بقى هنتكلم مع واحد جاله كورونا. طب اللي في البيت هيعملوا ايه؟ طب الشخص نفسه اللي جاله كورونا ده هو كل واحد هيجي له كورونا عمل له مسحه وطلع ايجابي هيروح مستشفى؟ مش هنلحق، مش هيحصل هذا الكلام. فهنقول لكل واحد هنعمل له ايه. لو انا دلوقتي عملت مريض كورونا وعملت مسح وطلعت ايجابي، لو قد يكون ما عنديش اي اعراض خالص، انا احتكيت بعيان وما عنديش اي اعراض خالص، زي ما قلنا العزل المنزلي. العزل المنزلي يعني البس الماسكي واقعد اوضتي اتجنب اوضتي لمده اسبوعين، واللي في البيت او اللي هيحتك معايا يبقى في تباعد بيني وبينه دايما، ولابسين الكل الماسكات. في مجموعه اسئله يا دكتور يعني عايزين برضو نبرزها، خاصه بالناس اللي بتتعامل بقى في الخدمات الخارجيه زي اللي بيروح يحلق وادوات الحلاقه بتدي. ما انا هتكلم آه. طيب بقى قبل بقى ما ناخد التوضيح هناخد اتصال كمان من الحاجه زينب. ايوه معاك يا حاجه زينب. دكتور محمد اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بص احنا عندنا بنت عندها 11 سنه عندها حساسيه في مناخيرها. اه. وبتعطس وديناها دكتور قال لك الحساسيه في مناخيرها نازله على صدرها. اه. بتعطس كتير يا دكتور، وبعدين يعني لو لفت الحبايه ولا البخاخ مره كده تبص تلاقي كانها ما خدتش علاج، يرجع لها العطس كتير ويرجع لها البرد ومش عارفه ايه. ده ممكن تتعرض للكورونا دي؟ اه طبعا. ممكن تتعرض للكورونا. تتعرض لكورونا. اه ممكن يعني. تتعرض لكورونا لكن مش معنى العطس كورونا. اه بس يعني واحد زي دي مريضه مزمنه وعندها حساسيه ومعروف انها عندها حساسيه، مش معنى انها عطست لان من اصل الكورونا هي ايه؟ هي دور برد اللي كان بيجي الانفلونزا اللي كانت بتيجي. اه. يعني الكورونا هي انفلونزا. فده وارد لكن ممكن يجي لها او ممكن يجي لها. ودي مريضة مزمنة برضو عندها حساسية على الصدر وواحد عندها استعداد. نسبة احتمالات تعرضها للإصابة أكتر. هو ده دايما بيقولوا إيه دايما كان يعني الكلام اللي كان الأول قال لك ما قبل الخمسين نسبة الإصابة بتبقى قد إيه؟ تبقى نسبة بسيطة جدا. من 50 لـ60 بتعلى شوية، من 60 فما فوق بتبقى عالية خالص. فده كان هذا الكلام، لكن إحنا شفنا دلوقتي إن في شباب أصيبوا وفي شباب ماتوا من الكورونا، فاحنا لازم نكون حذرين في كل الاعمار. تابع معانا حاجه من خلال الشاشه، معانا اتصال من الاستاذ رجب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي ليكم وتحياتي للدكتور وتحياتي للفريق الاعداد المحترم وقناه صحه وجمال يا فندم. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. بالنسبه يا فندم معايا زوجتي بتاخد برشام مدى الحياه للغده الدرقيه كانت شالتها، ولو بطلت يوم دقات القلب بتاعتها بتضعف. اه السؤال يا في السؤال ايه؟ السؤال ايه؟ السؤال ان دقات القلب بتضعف. ومعايا سؤال ثاني يا دكتور معايا هو بنتي. بس انا بالنسبه للسؤال ده سريعا بعجاله، طالما شالت نعم. الغده الدرقيه الغده آه. بتفرز هرمون الثيروكسين، لازم اخد الهرمون انا الثيروكسين عشان اعضاء ده من الهرمونات المهمه جدا في الجسم، بياخد ويحلل كل فتره بيحلل وشوف نسبه الثيروكسين في الدم قد ايه. لازم تكون النسبه في الحدود المعدل الطبيعي، لو لقى النسبه زايده شويه بيقلل الجرعه شويه الثيروكسين الهرمون بيديه، لو لقى الجرعه قليله شويه يبدا يزود الجرعه اللي بيديها. فده لازم يمشي على علاج طول عمره بهرمون الثيروكسين البديل للي كان بيفرزه الجسم عن طريق الغده. طب السؤال بقى الثاني للاستاذ اتفضل رجب. حضرتك كنت بتسأل سؤال تاني؟ طيب الخط اتقطع.
طيب دكتور، نرجع تاني للأسئلة ونحاول يعني نجاوب عليها. بالنسبة للي عملوا عمليات في الكبد أو عندهم زراعات كبد وبيتناولوا بعض الأدوية، ممكن قد تكون مثلا كورتيزون أو كده اللي بتضعف المناعة، زراعات كبد، زراعات كلى، واحد بياخد أدوية عشان المناعة، ده مناعته هشة، فده من الفئات. كل ما احنا قلنا ليه أمراض الضغط، السكر، اللي زراعة الأورام، اللي عندهم زراعة أعضاء، اي واحد بياخد علاج مزمن، فاصبح ده فئه من الفئه اللي هو لو ده بنحسس عليه، ان جاله شات عطسه ده ممكن نحجزه، وده محاول من ضمن الناس اللي هم بيروحوا اقول له اطلع على المستشفى على طول، غير الشخص الطبيعي هادي خالص، يعني ده بيبقى عنده استعداد. تمام. الجسم. بالنسبه للسؤال بتاع الاستاذ محمد بتاع الادوات، وخاصه اما بيروح الادوات، انا لو بستخدم ماكينه حلاقتي ما هي ما لا, لا لا يعني مش هتنقل لي في 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 المحلات، ولا في المحلات ما بيطهر دلوقتي، دلوقتي بقى في وعي في وعي، ولكن كده. النفس بس، لو النفس بس هو اللي بيمسك الماسك بيلبس الماسك، الموضوع منتهي بهذا الشكل. طيب في سؤال بقى خاص، يمكن كان في اتنين مش عن طريق اكل برضه، عشان يبقى الكلام واضح. في سؤال الأستاذة شيماء والأستاذ محمد اللي هو أخوه اتحجز في المستشفى. الأستاذة شيماء بتقول إيه أعراض اللي ممكن أعرف وإيه المراحل بتاعتها والمخالطين دورهم بيه؟ ما أنا هقول هنقسم بقى الأعراض كلها بسرعة. المريض قد يكون ما عندوش أعراض خالص، بياخد العدوى صامتة، ده أو أنا احتكيت بمريض عندنا في البيت، اخويا، اختي، اي والدي، والدتي عنده الفيروس، يبقى انا هعمل ايه؟ ما عنديش اعراض، احنا قلنا في عزل منزلي مع اهتمام بالاكل، شرب السوائل كتير، النظافه الشخصيه، بنقعد ندي بقى شويه فيتامينات حد كلها، ونراقب مراقبه الاعراض اللي عنده خلال لو قعد خلال ده كان بيتعزل لمده اسبوعين زي ما قلت، مع احتياطه في اوضته لوحدها، لابس دايما ماسكه، اللي بيكلمه عن بعد شويه، بيقدم له الحاجه من بعيد، وهكذا مع التطهير المنزلي بالكلور والميه عادي، مش لازم انه اكتر من كده، والتطهير ايديه دايما بالميه والصابون. هل في تسلسل للاعراض؟ لا يعني ما انا هقول اهو بقى اهو. اتفضل. قد يجين ياتي المريض بقى عنده اعراض الانفلونزا العاديه، رشح، كحة، سخونية، درجة حرارة، يبدأ مع الكحة دي قد تتطور إلى تجيله، تبدأ تجيله خنقة نفس، يبقى ده بنعمل له أشعة على صدره، لقينا في أعراض بتبان لنا في الرئتين، يعني أعراض الكوفيد بتظهر في الرئتين، مش في رئة واحدة، مش في حتة واحدة، في الرئتين، يبقى ده انا هبدا هديله ادويه وعلاجات، يبقى يعني احجزه في مستشفى لو في مكان، واديله ادويه اللي هي الزيثرومايسين مع بعض الادويه المضادات الحيويه لحد كلها، بنعمل له تحاليل تانية عشان نشوف هل العمليه متطوره، بنعمل بعض التحاليل تانية، سيرم في الروتين، مش عارف دي دايمر، بعض التحاليل احنا بنبقى عارفينها ونتابعه ونشوفه بيها، لو عنده الحاجات دي كلها بيتحجز في المستشفى وبياخد علاجه وبيتابع. يبقى دي اعراض. يبقى في مريض ثالث، لا ده هو عنده ضغط او سكر حد كلها وبدا يكح ويعمل حد كلها، ده انا من الاول ببعته على المستشفى، ما بقولوش تعالج في البيت، اللي هو عنده امراض مزمنه تانية بخاف منه، فده انا بحسس عليه وعنده مناعته ضعيفه، ده ابعته الى المستشفى. ناخد اتصال من مدام نعمه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بعد اذن حضرتك يا دكتور محمد، اتفضلي. انا كنت عامله مزرعه عند حضرتك، كنت واخده علاج الكبد قبل كده وممرضه روماتويد وحساسيه صدر، وانا ممرضه في المستشفى، وممرضه في المستشفى بيقول لي تعملي مع حالات كورونا عادي، مع لبس الحاجات لبس الحمايه الشخصيه، اخش اتعاملي عادي، تعامل مع حاجات الحمايه. طب وانا عندي حساسيه في الانف وفي الصدري ومزمنه، مع لبس الماسك بتاعك، مع لبس الفيس شيلد، مع لبس البدلتك كامله، ما بتتعامليش مع المرضى عادي. انت
اتعامل مع المرضى عادي ولا بالمنظر؟ انا بقول ما لازم يكون عندك لبسه وسائل الحمايه الشخصيه اللي هي الماسكات والبدله بتاعتك والوخاير اللي على الوجه كاملة لابسه الجوانتيات وتغييرها بالطريقه الامنه وتغييرها بالطريقه الامنه. شكرا يا استاذه نعمه، ان شاء الله ربنا يحفظك، ودي يعني مهمه ربنا يؤجرك عليها ان شاء الله باذن الله تعالى، ان انت من الطواقم الطبيه وجيشنا الابيض الجميل. ناخد اتصال من اقبال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكي. استاذ أهلا بيك. معاك الدكتور محمد. اتفضلي. أهلا وسهلا. معلش استاذ عماد، عندي توجيه وعندي سؤال للدكتور. اتفضلي سامعك. ماشي، عندي التوجيه الأول، والله أنا يعني يا ريت يكون في ضغط أكثر وأكبر من الحكومة على يعني على المواطنين عامة. في التزام بالكمامات وكده يبقى فيه يعني تبقى إلزام الحاجات دي كده، رقابة أكتر من من المحليات زي العيادات. تمام كاتب الحاجات دي. تمام في دور. أما السؤال اتفضلي. فأنا أمي عندها كيس مية على البنكرياس وده من فترة. عندها إيه؟ كيس مية على البنكرياس. خطير عليها ولا لا؟ هي بتاخد مسكنات تقريبا أودولار حاجة كده اسمها أودولار شغل. عايز اعرف خطورته لو هو فضل في جسمه، عشان بس العمليات يعني مكلفه حاليا وعاملين ورق لسه ما ردوش علينا يعني. وعاوز اعرف لما تاخد الثوم والليمون هل ده يعني في ضرر عليها ولا لا؟ لا لا يعني طبعا الليمون والحاجات كلها ايه الضرر اللي هيقع عليها باطلاقا؟ نعم بالعكس، نديها الليمون وتاخد الحاجات كلها من يعني الفيتامينات والمعادن كلها كويسه ليها يعني. مفيش مشكله خالص نهائي. قوي المناعه. طيب بالنسبة، طيب في سؤال تاني ولا خلاص كده يا أستاذة إقبال؟ طيب شكرا جزيلا. ناخد اتصال تاني من محمود العدوي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك. تحياتي لحضراتكم. وأنا في سؤال عندي، الكمامة لو أنا لابسها في الشارع مثلا راكب عربية لوحدي مثلا أو موتوسيكل أو كده، يعني لازم ولا لازم يكون البس الكمامه، ولا المفروض ان البسها في وقت التجمع الناس او تعامل مع الناس؟ بص لي وسريعا وسريعا انا بقول الف تحيه للجيش الابيض. شكرا. اللي عشان عينه ما بتغمض ونهار سهران وبيتعب، رجاله وتاريخهم يشهد، ويا ما عدونا وعدوا الاصعب وان شاء الله على ايدهم ننهض. هي دي مصر يا اهل الشر، امتى تفوق وتبطل قر وتفتكر الموت ونهايه القبر، وتقرا القران وقال ايه عن مصر، وتقرا تاريخها عز وفخر، فيها رجال اقوى من الصخر وعمره ما خان ولا منها فر، ويعيش على الدقه عشانها ممل، ويا رب احفظها بنور الفجر، واللي يخونهي ايده تتشل. وبشكرك. شكرا شكرا استاذ محمود. الدكتور محمد هيجاوب على سؤالك، وبحييك تحيه خاصة على مشاعرك الطيبة، ربنا يحفظ طواقمنا الطبية كلها وجيشنا الجيش المصري العظيم، وكمان الأمن المصري، الشرطة المصرية، وكل جيوشنا ذوات اليقات الزرقاء، عمالنا في كل مكان، واليقات الخضراء أو فلاحينا في الأرض الزراعية، وكل من هو يعمل بجد وباجتهاد حفاظا على وطننا الحبيب. نرجع تاني. انا هتكلم بس على الكمامه عشان ما انساش الحته دي. لو انا قاعد لوحدي مش لدقنا البس الماسك، او انا ينزل انا قاعد لوحدي او في العربيه لوحدي، هبدا احتك ارفعه فوق انفي وارفع دايما من 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 جوه، ويكون مغطي صباعي ما يلمسي ما يلمسش السطح الخارجي. مش لازم في كل الاوقات، يعني انا راكب عربيتي لوحدي ما انزل، بدل ما اجي في كل مره امسك واطلع واحط، ولا انا بنزله من على تحت مستوى الفم. انا قاعد لوحدي ما فيش فرصه للعدوى، خلاص الموضوع. انت راكب عربيتي راكب موتوسيكلي ما فيش مشكله خالص، بدات هتكلم او هحتك لابد احمي نفسي واحمي الاخرين. لو هتكلم مع واحد، ما انا قلنا احتمال انه يكون واحد مصاب وانا سليم، نسبة لو انا مش لابسين احنا الاثنين يعني 90% هيجي لي عدوى. لو ال 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 الشخص السليم لابس الماسك والمريض مش لابس 70%، لو احنا الاثنين لابسين في احتمال، لو المريض لابس
احتمال 5%، لو الاثنين لابسين احنا بتبقى نسبه الاصابه حوالي 1% من 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 كل واحد 100 واحد هيتعرضوا هيبقى فرد او فردين بس اللي ممكن يتصاب. تمام، يبقى كده يعني نحاول بقدر الامكان عشان كمان حفاظا على صحتك يعني نتعود على ارتداء الماسك على الوجه. ناخد حنين. الو، اهلا بيك يا حنين. عليكم السلام يا دكتور، عامل ايه؟ الحمد لله. يا اهلا وسهلا معاك دكتور محمد عامر. الحمد لله. حضرتك عايز اسالك سؤال. اتفضلي. حضرتك اخويا عنده 25 سنه وعلى طول لما بيقوم من النوم ضربات قلبه بتبقى سريعه. بيقوم من النوم ايه؟ ضربات قلبه سريعه. سريعه. تمام، ايه تاني يا حنين؟ بس هو ده. طب هو وما عندهوش اي امراض. ما عندهوش اي امراض. هو عنده كام سنه؟ 25 سنه. 25. طيب شكرا يا حنين، وتابعينا من خلال الشاشه. هو بيتابع مع دكتور بطنه ويشوفه، يشوف يعمل له ظرفات درقيه، يعمل له ايكو على القلب، يعمل حاجات كلها، يشوف الوضع بالظبط ايه. يعني يروح يكشف وان شاء الله يعني. طيب معانا اتصال اخر، محمد. استاذ محمد اهلا بيك. الو، اتفضل يا استاذ محمد. اتفضل يا استاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت سعادتك، انا معايا المدام عندها شويه حساسيه على الصدر وزائد شويه ترشح، بس ملتزم في البيت على طول ما تطلعش في ست بيت. هل في خطوره عليها ولا حاجه ولا ناخذ ادويه ولا سعادتك؟ عندها حساسيه على الصدر وايه؟ حساسيه على الصدر وشويه ترشح على رشحه، شويه ترشح رشحه يعني سعادتك. رشح في الرئتين يعني؟ لا رشح مراخير عادي. رشح رشح من الانف يعني. رشح من الانف. من الانف سعادتك. وهي في ست بيت ملتزمه في البيت على طول ما تطلعش ابدا. ففي خطوره عليها ولا حاجه ولا هو طبعا ده كل احنا قلنا اللي عنده مريض الامراض المزمنه كلها في عنده خطوره انه يتعرض ان يجيله عدوى، فده لازم نحافظ عليه ولازم هو يحافظ على نفسه ويلبس الماسك بتاعه ويلبس الحاجات كلها ويتابع وما يخرجش كتير، يخرج اول للضروره. هؤلاء الفئات اللي هي عندهم امراض اخرى مزمنه، سواء كانت صدر، سواء كانت قلب، سواء كان سكر، سواء كان اورام، بياخدوا علاج اورام، زرعين اعضاء، الحد دول كلهم فئات خاصه لابد من الحمايه والوقايه التامه لهم. واضح كده يا استاذ محمد؟ يعني كده او كده لازم نتبع الاجراءات الوقائيه اللي تحافظ على سلامتنا كلنا يعني. ناخد خالد. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا باشا؟ ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ اتفضل. يا اهلا وسهلا. دلوقتي الله يكرمك يا دكتور، دلوقتي انا باخد مسكنات ياما، هل دي تاثر على الكبد او تاثر على الكلى؟ طبعا في ياما ناس خدوا حقن، مش عايزين نقول الاسماء التجاريه، بسبب الجيوب الانفيه انا باخد مسكنات ياما. لا طبعا في حاجات بتاثر على الكلى، وفي حاجات بتعمل فشل كلوي كمان في المسكنات، من غير ما اذكر اسماء حاجه. اللي هي المسكنات بتاعة الصداع دي بتأثر عليه. ما احنا مش في ناس جالهم فشل كلوي من كثر استخدام المسكنات. غير الآثار الجانبية على المعدة كلها. ما يا جماعة ما تستخدموش أدوية عمال على بطال من غير استشارة الطبيب. في حاجات آمنة وفي حاجات ما بنقلق منها وبنخاف منها. في تأثير على الكلى، في تأثير على الكلى. في تأثير على المعدة، قد يكون في تأثير على المعدة وهكذا. يعني أمنعها يا دكتور؟ الكبد ما اقدرش. أمنعها حضرتك يا دكتور؟ اتفضل يا استاذ خالد. الا اذا كان عدي وعنده حساسيه. قول لحضرتك دلوقتي انا امنعها، انا طبيعه شغلي ان انا باخد مسكنات ياما، فامنعها ولا اعمل ولا اشوف بديل؟ هتمنع او استشير دكتورك، شوف ايه المسكن الامن اللي ممكن نستخدمه عند اللزوم. او ممكن يا دكتور يبقى في بدايل مثلا. ما انا بقوله الامن اهو اللي ممكن استخدمه عند اللزوم. تمام، شكرا على اتصالك استاذ خالد، وان شاء الله ربنا يعني يشفيك باذن الله تعالى. نرجع دكتور نقول تاني التعايش بقى الامن داخل المنزل. ما انا هنقول بقى دلوقتي، فاحنا هيجي لنا اسئله او حد يسالني يقول لك انا زي سؤال راح في صدر العباسيه وعنده كذا، اللي في بيته هيعمل ايه؟ او المريض بقى الاعداد المرضى نفسه. فقلنا لو المريض ما بيشكيش من اعراض يبقى ده ينحط تحت الملاحظه ومن العزل المنزلي وياخد حاجات مقويات زي الليمون زي
زنك زي يعني بعض الحاجات كده الحاجات العامه ويقعد يتعزل اسبوعين في البيت. بالنسبه عامه طب لو بالنسبه لو اصيب ما انا هقول لو اصيب اهو ايه التدخلات قد تكون عندي اعراض. اذا كانت الاعراض خفيفه ممكن نتابعه في البيت مع طبيبه يتابعه في البيت مع العزل. لو الاعراض زادت خاصه ضيق التنفس او بالنسبه للاطباء لو احنا الاكسجين العادي بدا يحس بخنقه اجهز له نسبه الاكسجين في الدم الاقيها بتقل عن التسعين ده حواله الى مستشفى عادي بياخد علاجاته في البيت الا اذا العمليه تطورت احول الى مستشفى. او مريض من الاول مجرد بعمل له اشعه الصدر بتاعه الاشعه المقطعيه على الصدر لقيت عنده مشاكل في الرئتين واعراض المرض على الرئتين اذا في الحال ده بحوله الى المستشفى على طول ويتعامل معاه في المستشفى. الحقيقه وصلنا لنهايه حلقتنا دكتور، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين وصلنا لنهايه حلقتنا من استاذ في الطب، وكان معانا الدكتور محمد عامر عفيفي استاذ الكبد والجهاز الهضمي والامراض المعديه بطب الازهر. شكرا جزيلا لحسن متابعتكم.